sisters, today is a special day. Eid Mubarak. Has their own day of celebration, and this is our day of the celebration. So we have to be happy. We have to bring our kids to the fun places. We have to enjoy with our family. The Prophet said, "Ayyam al-Eid, ayyam al-Dhikr." The days of Eid, the day to remember Allah Subhanahu wa Taala, not to forget. When we have fun, it has to be halal fun. And then he said, "Wal bi'ar," the family day. If you have a family, stay with your family, or come as a family together, or as a family of the Muslims, inshallah. So it's very important to share this happiness with every Muslim. My dear brothers and sisters, this religion, it's religion of happiness and religion of fun. So, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا رحمه واسعه في الدنيا والاخره. اللهم يا مخلد القلوب والابصار فضلك من على جنود الله وعلى دينه. اللهم قوم ايماننا. اللهم يا رب العالمين قوم ايماننا. اللهم قوم رحمنا. اللهم اجمع شر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع صدورنا واجمع شملنا واجمع قلوبنا واجمع سمعنا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم فك اسرارنا من السجود يا رب العالمين. جوجان بابا سلام انه محمد عيد مبارك تمت ولو كل غادنين بصوم
سلام يا فاطمة قولت المهيج أنا سلام يا وحان سلام يا عبادة حسن
يا فاميلي جاري المهنة ترى السلامة يا عمري جاري عبادة لدي رجينا يا إرساقة واسع ما صادق السمر جديد جنة بالشعر الله نقول كل ميو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله هل كان السلام على ماتو جديدة أني وأهل مكان آمنة جامع حسن هل كان السلام على جدد تكون والمنصورة عيد وناكسن كل جيد هل كان السلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاشر مصاحب السلام يا أبو هيجان السلام سديرية عثمان عيد ونعسن الله يا يبتدي الجامع أحمد تمام ولا الله يملك سيد شوقان يا عروب تولى فاطمة يا فاطمة اسم العقبة السلام يا إله في فرحة لبو عوي